نجدد الترحاب بمشاهدينا الاعزاء عبر قناتكم اوتو ماروك. مرحبا بالجميع، حلقه جديده مع واحد السياره من يعني اشهر السيارات في الفئه ديالها، واللي يعني كاع الناس كتسول عليها وكنتسول يعني على موعد صدور النسخه الجديده ديالها، واللي هي دخلت المغرب مؤخرا. وكما وعدناكم مشاهدينا الكرام اننا غادي نجيب لكم حلقه ونفصلوها يعني بجميع الحيثيات ديالها وجميع المعلومات على هذه السياره اللي لا شك عرفتوها، واللي كما كتشوفوا على الشاشه انها اوبل استرا. مرحبا بالجميع، فاصل ونواصل. الاسواق المغربيه كما قلنا، اليوم معنا لوبيل استرا اللي كنشوفوها على الشاشه بالديزاين الجديد ديالها، اللي صراحه ديزاين مثير جدا صراحه، واحد ديزاين اللي شكل جديد عن يعني جميع لي مارك، اللي يشبه يعني الاخت الكبرى ديالها اوبيل موكا كما كتشوفوا معنا على الشاشه. اوبيل استرا الجديدة اللي مجموعة المميزات اللي جات بها، دائما احتفظت بنفس المحرك الان 530 شوفو، ستة احصنة جبائية اللي كديفلوبي 130 دلخيل. الجميل يعني في النسخة الجديدة ديال الاسترا هو ان يعني جات بربعة ديال لي فيرسيون، ليديسيون وليليغونس، ليليغونس بيبيا، والعمره اللي كتشوفوها على الشاشه هي جي اس لاين اللي جات يعني بالطوا اوفرون اللي غادي نشوفوه معنا، كذلك جات بلي تخوا بلي كاتر كاميرا يعني 360 دوغري كما كتشوفوا مشاهدينا. الجميل كما قلت لكم ان في هاد لي فيرسيون باربعه، سواء يعني لونتري دكام او لا يعني العمره كاع، جابوا لي يعني لي زوبسيون لونتري دكام، جابت لي زوبسيون تقريبا يعني جات عمره بلي زوبسيون، يعني ليديسيون اللي هي لونتري دكام جات يعني بواحد لي زوبسيون ديال العمرين، يعني جابت لي ليد انتيريور والاكستيريور يعني كاع الضوء اللي فيها دي ليد. جابت اوسي لي جون 17 بحالها بحال العمره، يعني هذه لونتري دكام. جابت لاكليم اوتوماتيك، العمره الاوتوماتيك بيزون مي لونتري دكام اوتوماتيك سولمون. الوغ يعني جابت واحد دي زوبسيون اللي زوينين بزاف، سواء في لونتري دكام اللي هي ليديسيون او لا ليليغونس او لا حتى يعني الفول اوبشن اللي كنشوفوها معنا على الشاشه جي اس لاين. نكتشفوا الان يعني الانتيريور ديال السياره، واللي لا يقل جماليه على الاكستيريور ديال السياره. نشوفوه يعني اونصوم. بالمناسبه اون فوا كتقرب للسياره، السياره كتفتح الابواب ديالها، يعني يكفي ان يكون عندك الساروت بالقرب من السياره، فكديتكتيف كتفتح لك الابواب اوتوماتيكي. هنا يعني الباب ديال السياره الكرومي، وهذا الخط الاحمر اللي كيزين الباب، لي بوطون بواحد الشكل جميل جدا. الانتيريور كما كتشوفوا نطلعوا ونكتشفوه جميع صراحه، سياره جميله. لاش نديماريو السياره باش كومسا نشوفوا حتى الطابلو، ما شاء الله الطابلو، الطابلو رائع يعني. وهذا لي كونتاكتير كما كتشوفوا البيور بانيل، يعني الطابلو واحد كيجمع لي كونتاكتي انكليني كما كتشوفوا، كيجمع حتى
طابلو دبور، الفولون كوير كما كتشوفوا هنا في العمره افيك يعني لي كوموند و لي باليت. ها هما هنا لي باليت لي بلوس موا ديال لا فيتيس. ها هما لي باليت توا بانوراميك اوفرون كيتحل. نشوفوا فهمت توا بانوراميك كيتحل. حلينا كاع الطوا دابا. السيارة صراحة جميلة، لي ليد لداخل و برا، يعني هاد الخط الأحمر اللي كيتوسط افيك لو فو دومبيونس. الأجمل كذلك هي لابواط اللي كتشوفوها، لابواط أوتوماتيك اللي عبارة عن دي بوطون فقط، وهاد المسألة هادي البوطون هادي كذلك، يعني ما بقاش داك اللوفي اللي كتمشي وتجي، يعني ولا دابا دي بوطون عاديين، وهذا ما زادها يعني جماليه. وهنا هاد الكوموند هادي ديال لو مود دو ترونسبور كتحولها من نورمال سبور، وكذلك ليكو والفرانا ما الكتريك ديال الضو. نشوفوا البواطاغو بشكل تبارك الله كبيره، وكنسدوها سياج سومي كوير، يعني كاين الكوير في الجناب والتيسو في الوسط. ديماراج بالبوطون، عجبوني كذلك هاد لي بوطون بيانو كما كتشوفوا زوينين بزاف صراحه. السياره لانتري ديالها اجمل والاكستيريور اجمل، يعني التكنولوجيا طورت بزاف في عالم السيارات، وكل خطا كيخرج لينا يعني شيء جديد ومميز. السياره ممتازه جدا. من تسعة لداخل يعني من كتطلع كاين واحد الاريحيه. نشوفوا اللور، يعني واش حتى اللور ديال السياره في الكوسان اللور. نشوفوهم كذلك مشاهدينا الكرام هكا باش ناخذوا لي فولاد تاع اللور طوا بانوراميك. وعندنا يعني اللور حتى هو اتساع، عندنا السقف مازال بعيد، عندنا كاين ليسباس لا كليما تاع اللور، الناس ديال التهويه فتح التهويه يعني كذلك في المسند الخلفي للسياره. الشارجور بالنسبه حتى الناس اللي اللور بغاو يشارجيو الهواتف ديالهم. كذلك الخط الاحمر اللي كيزين السياره في وسط السياره. نشوفوا دابا الكوفر ديال السياره كما كتشوفوا. هذه السياره الجانب الخلفي ديال السياره، لي فولاد كذلك لي ستوب، صراحه هذا الكفر جايب جوج تاع الطبقات، كاين طبقه سفليه وطبقه. نتمنى تكون واضحه عبر الشاشه ديالنا. يعني الناس ما دخلوش يعني حتى الكفر، يعني الليد ابيض، يعني في حين انا كتلقى لي ماركات اخرين كي يعني كي نقصوا شويه، كتلقى البولات الداخل صفر وعلى برا ليد. مي هذه يعني لانتيريور والاكستيريور ليد. لي رادار دو ريكيو او لي رادار دو ستاسيونمون زائد الكاميرا يعني القدام واللور. الكولور بيتون يعني لتحت كاب كاين كولور، وفي السطح ديال السياره كاين هذا لو نوار سبيسيال اللي كيلمع، ماشي داك النوار العادي. نطفيو السياره كومسا باش نسكتوها لان الصوت ديال المحرك. اما الان يعني غادي نشوفوا المحرك ديال السياره. هو هذا مجددا مشاهدينا الكرام، يعني في
الفقره الاخيره في هذه الحلقه هذه اللي غادي نتكلموا على الثمن ديال هذه السياره هذه، وكذلك غادي نتكلموا يعني على لي فيرسيون بربعه اللي ذكرناهم، الفرق ما بين هذا يعني لي فيرسيون بربعه. اذا مشاهدينا الكرام، قبل ما نبديو اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك معنا في القناه ويدير جيم ويفعل زر الجرس عفوا باش يوصلوا كل جديد بالقناه. اذا مشاهدينا الكرام، كما قلنا ان الفيرسيون الاولى ديال هذه السياره هي ليليغونس اللي كنا تكلمنا عليها. ليليغونس اللي كما قلنا رغم انها لونتري دغام الا انها جايبه مجموعه ديال لي زوبسيون اللي مهمين جدا، يعني قربات العمر كاع، جايبه لي زيرباك كاملين، الريدو جونو لاتيرو، كذلك جايبه الاد دو ديماراج سوغ لي كوت انها يعني كتعاونك في العقبه، جايبه كذلك ريغولاتور ليميتور دو فيتاس، لاليماج اوتوماتيك تاع لي فار، اوتوماتيكمون كيشعلوا لي فار. كذلك مشاهدينا الكرام، جايبه الكابتور ديال البلوي، يعني ديتيكتور اسيستونس دو بلوي، يعني الى طاحت الشتاء اوتوماتيك ممكن تشتغلوا. كذلك مشاهدينا الكرام، الكليماتيزاسيون اوتوماتيك مونو زون، لي فار ايكوليد، دائما حنا كنتكلموا على لونتري دغام ليديسيون لونتري دغام، لي فار ايكوليد، لي جونت الومنيوم 17 بوس. كذلك مشاهدينا الكرام، لي روتروفيزور ريغلابل الكتريك، والبيور بانيل كذلك كما شفناه لداخل، البيور بانيل وليكرون تاكسيل متلاصقين، وهذا يعني مميز، هادشي كامل في لونتري دغام. لونتري دغام مشاهدينا الكرام دايره 24 مليون و 990 درهم، وفيها كاع هاد لي زوبسيون هادي تقريبا عامره. اما المويان دغام زايده بجوج مليون و 800 دايره 27 و 790 درهم، وبالتالي زايده مجموعه ديال لي زوبسيون. ليميتور دو فيتاس ادابتاتيف عكس الاخرين كانوا نورمال في لونتي دغام، زايده كذلك لي كاميرا دو ريكول اريير، الاولى فيها غير لي رادار، هادي فيها لي كاميرا دو ريكول افون اي اريير، عفوا افون اي اريير، الاولى فيها غير اريير. زايده كذلك بلاك ليم اوتوماتيك بيزون، الاخرى فيها مونوزون، هذه البيزون شيء جميل. بالنسبه لي جونت بحال بحال 17 بوس 17 بوس، كيختلف غير الديسان ديالو هو اللي كيختلف. طبعا هادو هما الحوايج. كذلك زايده هذا المويان دغام، زايده كذلك بالطوا الكحل، يعني دوبل كولور بيتون عكس يعني لونتري دغام. هادو هما الحوايج اللي زايدين. كذلك مشاهدينا الكرام نسيناها، اللي هو شارجور باراندكسيون او لا شارجور ديال التليفون سون فيل، هاد المساله هادي زايده في هاد لا فيرسيون هادي، وزايده بجوج مليون و 800، والثمن ديالها كما قلنا 27 مليون و 790. اما الفيرسيون الثالثه فهي نفسها، فقط لابواط اوتوماتيك اللي زايده، لابواط اوتوماتيك زايده اللي شفناها لداخل، عباره عن دي بوتون، شي حاجه جديده يعني في عالم لي بواط اوتوماتيك. 2002 زايده ب 2 مليون و 222 الف درهم. اذا الثمن ديالها هاد الفيرسيون الثالثه ليليغونس بي فيا زايده ب الثمن ديالها يولي ب 29 مليون و 990، زايده ب 2 مليون و 200. اما لا فيرسيون العامره كاع لا فول اوبسيون اللي شفناها لداخل، هي اللي كنا فيها لداخل في العرض لداخل ديال الصاله، هي 23000 زايده ب 23000، يعني اولا 2 مليون و 300، والثمن ديالها كيوصل ل 32 مليون و 290 الف فرانك، مي زايده باربعه الكاميرا ولا فيرسيون 360 دوغري، زايده كذلك بلي سياج افون سبور شوفون افيك فولون شوفون اوسي، زايده بالبارشوك جي اس لاين، بارشوك مبدل. لي جونت كيبقاو 17 بوس، مي ديسان تا هو مبدل، و توا بانوراميك و فولون كذلك. هادو هما الحوايج اللي زايده، وزايده ب 2 مليون و 300، كما قلنا الثمن ديالها 32 مليون و 290 الف فرانك. اذا مشاهدينا الكرام، اللي مازال ما فعلش الجرس وما اشتركش اشترك معنا في القناه. وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه، ما بقى لنا الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، اطيب المنى، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله من قناتكم اوتو ماروك، وكان معكم خالد ابو ملك في هذه الحلقه هذه. شكرا جزيلا على التتبع ديالكم، وان شاء الله نبقى معكم في حلقه قادمه باذن الله وسياره اخرى. ما تنساوش تكتبوا لنا في التعليقات الا بغيتوا شي سياره اخرى، او لا شي ملاحظات، او لا شي حاجه بغيتونا نطوروها، او لا اي ملاحظه اكتبوها لنا في التعليقات.
إلى اللقاء وأطيب المنى.